السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سعداء بهذا اللقاء المباشر الذي يجمعنا صباح هذا اليوم، ونحن نحتفل بذكرى عطرة، ذكرى طيبة، ذكرى مولد خير الكائنات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا اليوم ولد الهدى صلى الله عليه وسلم. كانت أم المؤمنين تحمل به في بطنها وتسمع من يقول لها من فوق سبع سماوات: سمه محمدا، سمه محمدا، سمه محمدا. قالت: وما محمد؟ قال: ليكون محمودا في السماء والأرض. فيا خير من دفنت في القاع أعظمه، وطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. أيها الأحباب الكرام، ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة، نتوجه بأبلغ آيات التبريك والتهاني لكل الشعب المغربي الأبي بهذه الذكرى العطرة، ولأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ولأسرته الشريفة، كما نرفع أكف الضراع إلى الباري عز وجل بأن يرحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. فاليوم ذكرى مولده، ولو كان بين أظهرنا لحلت البركات والخيرات على كل بقاع العالم الإسلامي. فاللهم ارفع راية المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وأدرك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بك آدم عليه السلام، وعرفت الملائكة بنبوتك. فالصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عرفك آدم بينما كان بين الروح والجسد، وأنت دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأنت يا سيدي يا رسول الله دعوة أبينا إبراهيم، وبشارة أخيك عيسى بن مريم الذي قال: ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما ولد رأت أمه آمنة بنت وهب أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا النبي العظيم الذي سبقت ولادته البشائر ولد يتيما، قد كان مات أبوه قبل أن يولد، ولما كان في ست سنين ماتت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة المنورة. ولما صار عمره ثمانية سنين مات جده عبد المطلب، وشب النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. فكانت الملائكة تنادي من فوق سبع سماوات: يا ربنا، هذا نبيك وخليلك وصفيك أصبح اليوم يتيما.
فكان الله عز وجل يجيب: أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. هذا النبي الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين بشرت به الأنبياء من قبل، وجاء ليتم نعمة الله على الخلق كلهم. وربنا عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه. هذا هو النبي الأكرم، هذا هو النبي الأرحم الذي بعثه الله تعالى هدى للعالمين. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه أي عظموه، فالله تعالى قد عظم جاه محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فأي بأس في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بمولده في مثل هذا اليوم؟ وقد كان هذا بين المسلمين قبل مئات السنين إلى يومنا هذا، والعلماء الأجلاء وافقوا على هذا الاحتفال المبارك الذي يكون في مثل هذه المناسبة، من أجل أن نبت الفرحة والمحبة في قلوب المؤمنين. سؤالي لكم مستمعي الأفاضل: كيف كانت فرحة العيد أيام زمان، وكيف صارت اليوم؟ لعلكم تذكرون قبل بضع سنين أو قبل بضع عقود، كان المغاربة لهم طقوس جميلة وجذابة في استقبال ذكرى المولد النبوي الشريف. كانت الأهازيج وكانت الزغاريد ترتفع مع آذان الفجر إذانا بميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكانت الفرحة تعم الجميع، وكان الناس يستقبل بعضهم بعضا، والعائلات يزور بعضهم بعضا، وكانت تصنع الحلويات وأنواع من المأكولات يجتمع حولها الناس يتوافقون فيما بينهم ويتوادون ويتحابون، وكان الأطفال يفرحون بمقدم هذا العيد، يلبسون أجمل الثياب ويخرجون إلى مكان الألعاب، والجو كله فرح وسرور بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمع الأبناء والآباء والأجداد والأحفاد، جمع جميل في حلة بديعة. لكن كيف صار حالنا اليوم؟ حالنا اليوم كل عائلة تغلق عليها بابها، وبعضهم لا زال في سباته نائما، والأطفال لا يدرون ما هذا اليوم وما قيمة هذا اليوم، في حين تبدلت الأحداث، أصبحنا نحتفل بأعياد الأقوام الآخرين وننسى ذكرياتنا المجيدة. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا أجمعين ويعيدنا إلى سابق عزنا ومجدنا. أيها الأحباب، أطرح عليكم سؤالا بالله عليكم: كيف كانت الأعياد ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أيام زمان فيما أنتم تذكرون؟ حدثونا عن ذكرياتكم، حدثونا عن الأيام الحلوة، الأيام الجميلة، الأيام الجذابة، لما كان العطف والحنان والمودة والروح الإيمانية الصادقة الطاهرة النقية بين الأجواء. الناس يلبسون الجلباب الأبيض والبلغة الصفراء والطربوش الأحمر، وروائح الزكية البخور تنبعث من هنا وهناك، والمزامير التي تأذن بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء العجائز يزغردن قبل صلاة الفجر، والأطفال والنساء يحنين يستعملن الحناء فرحة وسرورا بهذه الذكرى التي من خلالها
نستحضر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أصبح ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبا؟ وقد أصبحنا اليوم نسمع من يتهكم على شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، منهم من يرسم رسوما كاريكاتيرية لكي يلصق بهذا النبي مظاهر الإرهاب والعنف وسفك الدماء، ومنهم من ينتج أفلاما هوليودية لكي يجعل سبة في شخصية هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأطفالنا وأولادنا محتاجين إلى أن نعطيهم الصورة الحقيقية لهذا النبي الذي قال فيه رب العزة من فوق سبع سماوات: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنقل للجميع، لكل الأحباب، هيا بنا نغير هذه الصورة النمطية القاتمة حول شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صاغها الأعداء، ودعونا نعود بتلك الصورة الجميلة الجذابة، الصورة المشرقة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم يا ربي صل وسلم على هذا النبي المختار، اللهم صل وسلم على هذا النبي المختار، فإنه لا زال في قبره حيا يرزق حياة برزخية. هيا بنا جميعا أيها الأحباب الكرام نكثر من الصلاة والتسليم عليه في هذه الليلة الطيبة المباركة، هيا بنا جميعا نسلم عليه، فإن كل من سلم عليه فإن سلامه يصل إلى قبره باسمك واسم أمك وأبيك، ثم بعد ذلك يرد علينا رسول الله السلام. هيا بنا في ذكرى مولده نسلم عليه: ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المختار، اللهم اجعلنا من أهله وأتباعه ومن أنصار سنته الطاهرة يا أرحم الراحمين. مستمعي الأفاضل، نعود إليكم ونذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد المشاركة في هذا الصباح في فرحة عيد المولد النبوي الشريف أو ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرقامنا 05-22-46-72-50 أو 51-52. ومعنا ضيف كريم فشاب فقيه نبيل، إنه الأستاذ أنس الهبطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا على حسن الاستضافة دكتور طيب، جزاك الله خيرا. حياك الله مولاي. وغنأخذ مكالمة من الراشدية، معنا أخونا عبد اللطيف. أيها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لبس عليك. حياك الله خويا. لك بخير ولله الحمد. شكرا على هذا البرنامج، في الحقيقة هذه أول مشاركة في الإذاعة من الراديو، وإحنا من المحبين من المستمعين لهذه الإذاعة، والحمد لله يعني ما عرفت ما نقول، الحمد لله هذه البرامج زوينة، وهذا كنستفد بزاف من هاد الأسئلة وهذا السؤال اللي كذا كتعطي منها، الله يجزيكم بخير. وكنت واحد صار عفاك واحد بويس من المرأة عفاك ديال البروفيسور ديال المامون تريد عفاك إلى جزء على خاطركم. وخا مرحبا، ندوز في ستوندار غادي يعطوها لك بإذن الله تعالى. وكنشكروا أخونا عبد اللطيف من الرشيدية، ونرجعوا للدار البيضاء مع للا سعيدة. للا سعيدة انقطع الخط، ونعود إلى ضيفنا سي أنس الهبطي. احنا اليوم في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بغينا منك واحد التذكير لهذه الذكرى العطرة. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل خطيب وأنبل إمام، وعلى آله وصحبه ما شدى حمام وهطل غمام واكتمل بدر التمام. فحلت علينا هذه الذكرى المباركة، وهي من أجل الذكريات التي يحتفل بها العالم الإسلامي قاطبة،
ألا وهي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وصدق الله تعالى حينما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير والرحمة المهداة للبشرية جمعاء، والذي كان مولده استجابة لدعوة جده إبراهيم الخليل الذي قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. وصدق الله تعالى حينما قال على لسان نبيه عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. وحري بنا أيها الإخوة الكرام، وحري بنا أن نستحضر ملامح من شخصية رسول الله في صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، في هذه الذكرى الطيبة المباركة، وهي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تثبت محبته في قلوبنا ونزداد تمسكا بسنته وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ما أجملك يا حبيب الله، ما أجملك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب. سنتكلم عن عظمة خلقه وحلمه وعفوه وجوده وكرمه وشجاعته وزهده وتواضعه عليه الصلاة والسلام، كما نتعرف على خوفه وطاعته لربه وحسن عشرته ورجاجة ووفور عقله صلى الله عليه وسلم. أما عن جمال خلقته فقد كان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع الجبين كث اللحية، أبيض الأسنان، يتلألأ وجهه كأنه القمر ليلة البدر. الله أكبر، ما أجملك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن ريحه صلى الله عليه وسلم فقد كان طيبا مطيبا من غير طيب، تفوح منه رائحة المسك والعنبر. وأما عن خلقه صلى الله عليه وسلم فيكفيه شهادة رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى يمدحه في أشرف أحواله ويقول عنه في خلقه صلى الله عليه وسلم، ويقول عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، لا إله إلا الله. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل خلق الله تعالى. معنا مكلمات نحررها، معنا مدة البيضاء فاطمة الزهراء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.